ما راح نلف ودور كتير بالموضوع. فيروز خانم، أنا بعد موافقتكم ورضاكم أنا طالب إيد سمر. يمكن كون فاجأتكم، بس مثل ما قلت أنا وحيد. أكيد عم تمزح مزحة. لا مو مزحة، أنا جدي كتير فيروز خانم. كيف بتفكر إنه سمر ممكن تكون زوجة لإلك؟ مانك مقدر السن بيناتكم؟ ماما شايفها مناسبة إلك؟ يعني شو هالجرأة؟ معقول ما انك شايف فرق العمر بيناتكم؟ بالنسبة لإلي مانو مهم. نسيان انه في عندك ولدين؟ بنتك تقريبا بعمر سمر. ماما هالشي مستحيل، رح اعتبر حالي ما سمعت هالحكي. انا صار لازم امشي، عن اذنكم. عدنان بيك لا تتضايق من ردة فعل الماما، هي بس تفاجأت. نحن اخذنا قرارنا وخلص، منا منتظرين موافقة حدا لنتزوج. إذا قبلت ماما أو ما قبلت رح نتزوج، بس ترجعوا من شهر العسل منعمل حفلة صغيرة ومنفرح كلنا سوا. بتمنى لكم رحلة سعيدة. شكرا لك. شكرا لك. ماما رح تجن كتير، عيب اللي عملته أمك. ماني حاببتك تروح. خلص بكرة بنحكي. عدنان لا تضايق حالك، قرارنا هو المهم. أنا بحبك. ما توقعت إنه أمك تعارض زواجنا. الظاهر إني تجاوزت حدودي، ما كنت حاسب هذا الحساب. عدنان أنا بحبك والباقي مانو مهم أبدا. ماني حابب حطك بموقف محرج، ما بدي انزعل هقتك بأمك. هي رح تقبل حبيبي، انت لا تشغل بالك بهي القصة. انصدمت، ماني عارفة شو بدي ساوي. كل شي رح يكون مثل ما بدنا، انا بوعدك. اكيد بكرة منقعد ومنحكي بكل شي، اتفقنا؟ سمر لا تحكي معها، لا اتركيها بس لا تهدأ. بدي خليها تدفع ثمن هي الوقاحة. بيسان لا تتدخلي. خسيسة، من ايمتى عم تخططي لهالشي؟ ايمتى دخلتي لعقل هالزلمة؟ هو يلي تقرب مني، العرض اجا منه. انت هلأ عم تجاكريني، وعدنان بيك ما بيهمك أمره بنوب. انا وعدنان منحب بعضنا من زمان. طيب ليش ما حكيتي من زمان؟ لاني ما حبيت حطملك احلامك. قليلة ادب، كنتي عم تعيشي أحلامك، حبيت أتركك تتمتعي بهالشي شوي. بكرة بتشوفي مين رح يحترق فينا، ما رح تتجوزي عدنان بيك. ومين يلي بده يمنع هالشي؟ أنتي؟ إيه أنا. عدنان حكى معك بس مشان العادات والتقاليد. عمري 25 سنة واللي بدي إياه بعمله. عمرك 25 سنة، مليون شاب بيتمنى يرتبط فيكي، ليش هو ليش؟ لأنه كل هدول الشباب يلي حوالي بيعرفوا إني بنت فيروز خانم، بيضحكوا بيوشنا شوي بيحكوا علينا بلاوي. عندك مالك بيك مثلاً رفضوا يجي يطلبوها لبنتك منك بسبب القصص يلي عم تنحكى عنك بكل مكان. يا خانم خرسي بقى سيرتك على كل لسان وانا بخجل فيكي. خرسي، قلتلك خرسي. عدنان سكر أدناه عن كل هالشغلات لانه بحبني الي. عم تسمعي؟ شخص محترم وغني رح بيكون خلاصي من كل هالعيشه الوسخه. لما صير زوجة عدنان بيك رح اتخلص من كوني بنت فيروز خانم. خليكي عم تحلمي هالفتره، ما رح خليكي تتهني ابدا، ما رح اسمح بهالزواج نهائيا. ليش؟ لأنه عدنان ما طلبك إليك؟ هو اختارني لإلي، لو اختارك أنت كنت رح تركضي بإيديكي ورجليكي، كنت رح تكوني طايرة من الفرح، بس هو اختارني إلي. وقحة،
ما رح يطلع بإيدك شي، ما رح تقدري تعملي أي شي. بيسان استنوا أنا بوصلكم. ليش هيك؟ كيف بتفكر إنه سمر ممكن تكون زوجة لإلك؟ مانك مقدر السن بيناتكن؟ شايفها مناسبة إلك؟ يعني شو هالجرأة؟ معقول مانك شايف فرق العمر بيناتكن؟ نسيان إنه في عندك ولدين؟ بنتك تقريباً بعمر سمر. هالشي مستحيل، رح أعتبر حالي ما سمعت هالحكي.